في إطار التصدي لعمليات تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد إلا بعد موافقات مسبقة، نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري في إحباط محاولة تهريب 50 طن ونصف الطن من الألعاب النارية داخل البلاد، وذلك داخل حاويتين مشمولهما المستندي مستلزمات احتفالات. خلال 24 ساعة تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع مديريات الأمن من ضبط 20,000 لتر سولار جمعها مسؤول محطة وقود بالجيزة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول، كما ضبطت مالك مخبز بلدي بالبحيرة استولى على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قدرت ب35 طن و900 كيلو متصرفا فيها لحسابه الشخصي ببيعها في السوق السوداء. الإدارة تمكنت من ضبط مسؤول مخبز بلدي بالقاهرة لتلاعبه في منظومة الخبز مستوليا على أموال الدعم بقيمة 843,074 جنيها، وتمكنت من ضبط 9,600 عبوة خاصة بعلاج بعض الأمراض ومحظور تداولها بالأسواق، إضافة إلى أنها مهربة بصيدلية بالقاهرة. تحت مظلة مبادرة كلنا واحد والتي من أحد محاورها تقديم خدمات طبية للمواطنين، فقد وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عددا من القوافل الطبية استهدفت عددا من الأحياء والقرى والنجوع بنطاق مديريات أمن القاهرة والقليوبية وأسيوط والإسكندرية بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين بهذه الأماكن مجانا مع صرف الأدوية اللازمة لهم من صيدلية مصاحبة لهذه القوافل. القوافل ضمت أطباء من مختلف التخصصات قاموا بإجراء الكشف الطبي على مئات المواطنين الذين بدورهم أشادوا بهذه الرعاية المقدمة لهم وبما تبذله وزارة الداخلية إلى جانب دورها الأمني من جهود اجتماعية لدعم أواصر الثقة والتعاون مع المواطنين. إلى مزيد من تحقيق الانضباط بالشارع المصري، تسعى وزارة الداخلية بكافة أجهزتها حيث تنطلق الحملات الأمنية المكبرة مستهدفة الخارجين على القانون ومكافحة الجرائم بشتى صورها، فضلا عن القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تؤثر على الحركة بالشارع، منها افتراش الطريق من قبل الباعة الجائلين وإشغالات المحلات التجارية بكافة أنواعها. وأسفرت جهود هذه الحملات على مستوى الجمهورية عن رفع المئات من الإشغالات وتحقيق انسيابية كبيرة في الشوارع المستهدفة مع إعادة جزء من الرونق الحضري افتقدته بسبب هذه الإشغالات. كما تمكنت هذه الحملات من تحقيق الانضباط المروري بفضل ما تشمله من حملات مرورية تستهدف المخالفات المرورية بأنواعها المختلفة لإلزام قائد المركبات بقواعد وآداب المرور، ولن تتوقف هذه الحملات فهي مستمرة لفرض القانون وتحقيق انتشار أمني فعال في الشارع يشعر المواطن بالأمن والطمأنينة في كل مكان.